السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في هذا العدد الجديد والخاص جدا من برنامجكم حباب ربي. مشاهدينا اليوم حنقول لكم ما تبعدوش، ما تبدلوش القناة وقعدوا تابعوا هذه الحلقة بكل تفاصيلها. اليوم حبيت نبدأ مقدمتي مع عمي، مع عمتي فاطمة، عفوا عمتي فاطمة. راكم تشوفوا تجاعيد الوجه تاعها، راكم تشوفوا حالتها، ربما وحدها حالتها هذه راح تحكي مرارة العيش ومرارة الحياة اللي يتصارح فيها. حبيت نقول لكم أن عمتي فاطمة تعيش في ظروف قسما بالله العلي العظيم ماشي حتبكيكم فقط، وإنما قلوبكم اليوم حتقطعهم، لأنه ماشي سهل أنكم تشوفوا أم مثل هذه عايشة هذه الظروف لوحدها. عمتي فاطمة، نطرح لها سؤال واحد قبل ما نبدا. ضربوك؟ ضربوك عمتي فاطمة؟ احكي لي، قولي لي وين ضربوك، قولي لهم وين ضربوك، واش داروا لك؟ ضربني وراح هو، عقد كل الفم ما يضربه راح. ضربني وراح هو، عقد كل الفم ما يضربه راح. يشدوها فمها ويضربوها ويعنفوها ويعذبوها، تعرفوا علاش؟ باسكو تعيش واحد الظروف، واحد الكوخ. دوك تشوفوا معنا كيفاش عايشه. نضربك قتلتهم كاع مع بعضهم. شكون هادو اللي يضربك؟ شكون؟ منا من البلاد ولا منين؟ وراهم يدخلوا عليا من حول ولا قوة. والله متحف الدهر ولا ما. ضربوك في راسك وضرك راسك. ربي وكيلكم اللي تشوك راكم تجوا لهاد البقعة، بقعة تبغيوين في ولاية شلف. ربي وكيلكم وإن شاء الله يا ربي. شوفوا هي ما تقدر دير والو، وإنما ربي إن شاء الله راح ياخذ فيكم الحق. لازم كامل اليوم نديروا اليد في اليد، ولازم كامل شو هذاك الإنسانية احنا الجزائريين اللي عندنا، وحب الخير وهذاك التضامن وهذيك الحنانة اللي فينا، اليوم لازم نضعفوها أكثر وأكثر باش نسلكوها.